نرحب فيكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجنا علماء المستقبل. مثل كل حلقة مجموعة من العلماء المستقبل موجودين معنا لنفتح نحن وياهم ملف من ملفات وأسرار علوم الفضاء والفلك، لنتناقش لنشوف شو عندهم لحتى نستمتع نحن وياهم بالمعلومات الجميلة اللي عن شبابنا وعند علماء المستقبل. خلينا مباشرة نحن وياكم نتعرف عليهم. تفضلوا لعندي. أهلا وسهلا، تفضلي تفضلي لعندي لهون. اسمك؟ تفضلي لعندي. تفضلي، تعرفين عن حالك؟ إسراء صندوق. أهلا وسهلا يا إسراء، كيفك؟ شو أخبارك اليوم؟ الحمد لله تمام. متحمسة إسراء؟ إن شاء الله. كيفك بعلوم الفضاء والفلك؟ ماشي الحال، نشوف يا رب تكون معلوماتك قوية اليوم إن شاء الله. شو بتحبي تطلعي لما تكبري؟ كيمياء إن شاء الله. تدرسي كيمياء، كتير حلو. بدك تدرسي كيمياء، كيمياء الأرض ولا كيمياء الكواكب؟ كيمياء حيوية. كيمياء الأرض ولا الكواكب؟ بتستعرف إنه الكيمياء الحيوية هي فرع مهم بعلوم الفضاء والفلك؟ لأنه بيبحثوا من خلالها عن الحياة في الكون وعن مؤشرات الحياة في الكون. تسبيني على غرفة التحكم الأرضية؟ تفضلي تفضلي لعندي. أهلا وسهلا فيك. أهلا. اسمك؟ آية الإمام. أهلا وسهلا يا آية، كيف صحتك يا آية؟ الحمد لله تمام. قربي لعندي يا آية شوي. شلون همتك اليوم؟ ممتاز الحمد لله. آية، بدي أسألك سؤال. لما تكبري شو بتتمني تصيري؟ بصراحة من أنا وصغيرة كنت حابة أصير رائدة فضاء، ولهلأ مستمرة بهذا الشيء، عم حاول إنه أتعلم أكثر وإنه أتعمق بالمجال أكثر مشان أصير رائدة فضاء. يا سلام، بدك تطلعي على القمر ولا على محطة فضاء دولية؟ على المريخ. على المريخ فرد مرة، لكن أنا استنى منيح أنا وياكي. إيه. يا رب نشوفك على المريخ. إن شاء الله. آية على غرفة التحكم الأرضية، اسمعيني. تفضلوا. أهلا وسهلا فيك، تفضلي لهون. جودي، لما تكبري شو حابة تكوني؟ هلا انا بحب كثير كثير الفضاء، بحب ادرس هندسه فضاء وهندسه مركبات فضائيه. واو. ف يعني بحب انه ادرس اي شيء متعلق بالفضاء، بس انه يعني مو شرط رائده فضاء، بس ادرس اي شيء متعلق بالفضاء. حلو، برافو عليكي، انت اخذتينا على مكان ثاني. هندسه الفضاء شغله كثير حلوه، هندسه الفضاء، بس يعني بدك تكوني مهندسه. اي صح. على فكره اي فرع هندسه باهلك التابع بالفضاء. مظبوط. هي ميزه يعني لك، انه انا ممكن ادرس هندسه كهرباء، هندسه الكترون، هندسه اتصال، ميكانيك، المركبات كلها ميكانيك. صح. برافو عليكي. مستعده اليوم معنا؟ يلا على غرفة التحكم الأرضية، تفضلي لعندي. أهلا وسهلا فيكي. تعرفيني عن حالك؟ أمل خفاجي. أهلا وسهلا يا أمل، كيفك يا أمل اليوم؟ الحمد لله تمام. تعدي بمعلوماتك اليوم؟ إن شاء الله. معلوماتك قوية؟ ماشي الحال. برافو عليكي، جاهزة اليوم تكوني معنا بمناقشة علوم فضاء وفلك؟ أكيد. شو حابة تصيري لما تكبري؟ جراح. يا رب، إلهي يا رب، على غرفة التحكم الأرضية. تفضلي لعندي. تفضلي. تعرفيني عن حالك؟ اهلا وسهلا فيك يا شاهينات، شو بدك تصير لما تكبري؟ عالمة فلك. يا سلام عليك، عالمة فلك، برافو عليك، يعني اليوم مستعدة بمعلوماتك. ايه ان شاء الله يا شاهينات، على غرفة التحكم الارضية، تفضلي لعندي. ختامها مسكموه هيك، اهلا وسهلا فيك. تعرفين على اسمك؟ بسمة سكرية. اهلا وسهلا يا بسمة، كيف معلوماتك اليوم بعلوم الفضاء والفلك؟ جاهزة تكوني معنا بمعلوماتك؟ ايه. على غرفة التحكم الارضية يا شاهينات. او يا بسمة، انا اسف. اذا مشاهدينا الكرام، هي هي المجموعة معنا اليوم، نحن وياهم رح نفتح ملف بعلوم الفضاء والفلك، كونوا معنا لتتابعوا ملفنا بحلقة اليوم. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام لغرفة التحكم الأرضية لنفتح ملفنا بحلقة اليوم مع علماء المستقبل، مع ضيوفي لليوم، مع جودي وشاهيناز وآية وبسمة وأمل وإسراء. رحب فيكم من جديد، أهلا وسهلا فيكم. جاهزين؟ جاهزين. حخبلش معي جودي، كواكب المجموعة الشمسية عدلي لي إياها. عطارد، زهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون. حلو كتير. شاهيناز، إحنا وين عايشين؟ على كوكب الأرض. على كوكب الأرض. ليش على كوكب الأرض؟ لأنه فيه الأكسجين والماء اللي نحن نحتاجه. أكسجين، ماء، آية شو رأيك؟ لأنه فيه متطلبات الحياة اللي لازم نعيش فيها بيئة بشرية يعني. متطلبات الحياة. بسمة، يا ترى هي متطلبات الحياة جديدة ولا كانت من وقت ما وجدت الأرض؟ لا، كانت من وقت ما وجدت الأرض. وهذا خلاها صالحة لتكون؟ آمنة للعيش. آمنة للعيش. شو في كمان عندنا غير القصص اللي تخلينا نعيش على كوكب الأرض؟ الحرارة المناسبة. الحرارة المناسبة، برافو برافو أمال إسراء. الغلاف الجوي بيمنع الأشعة. الغلاف الجوي، كلام سليم. طيب، برجع لعندك جودي، شو شكل الأرض؟ كروي. شكل الأرض كروي. يا جماعة، في عندنا مشكلة بنناقشها نحن وياكم. في جماعة
يسموا نفسهم جماعة الأرض المسطحة، عم يقولوا إنه الأرض مسطحة مو كروية، ونحن وياكم بدنا نحاول نجاوب على السؤال، ما هو شكل الأرض؟ هل هو كروي أم شكل الأرض مسطح؟ شو رأيكم؟ كروي مسطح. لكم أيدين كروي؟ طيب خليني أروح لعندك آية، ليش كروي؟ هلا برأيي كروي، هلا في أكثر من شيء بيثبت إنه كروي، بس من أحد هالأشياء اللي هو شكلياً أكثر شيء مقتنعة فيه، يلي هو إنه مركز الأرض هو الجاذبية فيه، صح؟ إنه هو اللي بيجمع الجاذبية. حلو. فلو كان مسطح لكان كل البشر عم ينجذبوا للنص. حلو كثير. يعني لو كانت الأرض مسطحة، لو تخيلناها بهالشكل هذا، بهالتصريح هذا، كانوا كلهم ينجذبوا للنص. مظبوط، لأنه الجاذبية بدها مركز. إذا آية عم تقلنا إنه لو كانت الأرض مسطحة كانوا تجمعوا الناس بالنص وكانوا الأطراف ما كان فيهم جاذبية، أي كان في اختلال بالجاذبية. كلامك آية حلو. نجي لعندكم، مين عنده رأي؟ شو رأيكم؟ أنتم تأيدوا كروي ولا مسطحة؟ كروي. كروي. إمتى أول مرة شفنا الأرض كروية؟ حدا بيعرف؟ يلا يهمتكم. لما طلعوا على الفضاء. طلعوا على الفضاء، برافو عليكي. إمتى بتعرفي إمتى طلعوا على الفضاء ولا صعبة شوي عليكي؟ 1960. لا، أقل شوي. نزلوا 5 سنين. يعني مع سبوتنيك 1 عام 1957. أول قمر صناعي، خلينا نشوف الصورة، قدر يصور الأرض بهذا الشكل. إذا مع عام 1957 مع إطلاق أول قمر صناعي شافوا شكل الأرض. خلونا نتابع معكم وخليني أسمع من الجوري. إذا أول فكرة، لو كانت الأرض مسطحة كانت الجاذبية بالنص، لكن بما أن الجاذبية موزعة فالأرض كروية. شو كمان في عندكم أفكار؟ هلا هو مركز الأرض كان رح يكون القطب الشمالي هو مركز الأرض والقطب الجنوبي على حلو. لو كانت مسطحة. كانت مسطحة، كان القطب الشمالي هو المركز. كثير حلو، يعني كنا نحن الجليد كان بالمنتصف. وليس على أطراف الأرض. حلو، وجهة نظر حلوة. شو في كمان فينا نقول شاهيناس؟ من نجمة الشمال فينا نلاحظ أن الأرض كروية. برافو عليكي، كيف؟ برافو عليكي. حسب المناطق المتعددة بالكرة الأرضية بشوفها بنجمة الشمال مناطق مختلفة. تمام، كثير حلو. اختلاف نجم الشمال من مكان لمكان، برافو عليك، بدلنا انه الارض كروية. بسمة، الفصول الأربعة. أحسنتي، فصول أربعة؟ الليل والنهار. والليل والنهار، تعاقب الليل والنهار، لأنه لو كانت الأرض مسطحة، لو تخيلناها بهذا الشكل، ما كان عندنا تعاقب الليل والنهار، كانت الشمس شرقت على كل الكرة. شو رأيكم إسراء أمل؟ ممكن محور الأرض لعلاقة. إسراء؟ محور الأرض له علاقة ممكن. حلو، محور الأرض، لو كانت الأرض مسطحة ما كان لها محور. وبالتالي كمان مثل ما قالت بسمة ما كان في عنا تعاقب فصول أربعة. برافو إسراء أمل. في عالم كمان أسود نظرية إنه كان بده يروح على بلد من فوق فاتجه للجنوب ودار على الأرض ورجع على نفس البلد. برافو عليكي، كثير. رح ماجلان، رحالة ماجلان، فينا نقول كريستوفر كولومبوس، من خلال رحلتهم، رحلاتهم بالأحرى اكتشفوا أن الأرض كروية لأنه توجهوا باتجاه محدد. كلام كثير سليم، كثير حلو. شو كمان عندنا أفكار؟ طيب ليش ما تكون الأرض بهذا الشكل محمولة على زلحفة؟ لا، هي بتوقع أحد النظريات من القدماء اللي كانوا. برافو عليكي آية. الأرض على زلحفة أو شيء عميان. طيب الزلحفة على مين محمولة؟ إذا في عندنا مشكلة، زلحفة على مين محمولة؟ طيب خلونا نتابع مع جماعة الأرض المسطحة، يلي بيقولوا لنا إنه الأرض مسطحة لأنه نحن شايفينها مسطحة. طيب شلون بنقول لهم إنه الأرض كروية رغم إنه نحن شايفينها مسطحة؟ هلا بنلاحظ إنه كل ما بنرتفع كل ما الأرض إنه عم تبين لنا شغلات أكثر. حلو 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 حلو، هي فينا نحن نقول عنها برافو آية سفن. لما نكون على شاطئ البحر بنشوف أول شيء سارية السفينة، بعدين بنشوف السفينة. وممكن نحن وياهم نقترح تجربة، واحد مثلا يطلع على بناية والثاني يضل على الطابق الأرضي ويشوفوا غروب الشمس، يلي بالأعلى رح يشوف غروب الشمس بوقت مختلف عن الأعلى على الأرض. شو كمان عندكم أفكار؟ حلوين أفكاركم. كمان بدنا نحن نقنعهم تماما إنه الأرض كروية بذكائكم. يلا هاتوا لهون، حدا منكم طلع بالتلسكوب؟
مين طلع بالتلسكوب يرفع ايده؟ هذا ايدهم كلكم طلعوا، شو شفتوا بالتلسكوب؟ شو شاهدتوا؟ القمر بشكل دائري. قمر. شو كمان؟ حدا منكم شفنا البقعة الشمسية. بقعة الشمسية، شو كمان شفتوا؟ حدا منكم شاف كوكب؟ زحل. زحل. زهرة. زهرة والمشتري، ما شاء الله لكان شايفين كل شيء. طيب، شو شفتوا المشتري وزحل وزهرة؟ شو شكلهم؟ كرويين. كروي. طيب شلون هذول كروي ونحن عم نشوفهم بعيننا والارض حتكون مسطحه؟ اكيد. والارض كوكب من هالكواكب، ليش هذول كرويه والارض مسطحه؟ لا الارض كرويه. اذا عادة لي اللي شاهدتوه بعيونكم انه الكواكب الاخرى بنشاهدها بالتلسكوبات كرويه، وهذا الشيء بيساعد انه نثبت انه الارض كرويه. وكمان حتى كمان الجاذبيه، يعني لا هي الجاذبيه مثلا بتكون عم تشكل عنا سبيل الجاذبيه مثل عم تشتب غبار وغازات، فهلا هو حسب يعني الجاذبيه لما بيكون الثقب الاسود بيدور بسرعه وقتها بصير هو مسطح، اما هلا سرعه الارض مناسبه فهي ظلت كرويه. يعني خلينا نقول انه تشكل الكواكب مع السديم اللي شكل المجموعه الشمسيه يجبر ان تكون الكواكب كرويه. حلو جودي هذا الكلام. شو كمان عندنا صبايا؟ تفضلي شيماء. لو فرضنا انه الارض مسطحه فاذا بالمناطق اللي فيها نهار كنا نحن شفناها انه فيها نهار. حلو كثير. حسب ما فرضوا انه الشمس هيك بتدور على يعني يا ايش بدها نهار؟ ايه يعني اذا كان نهار طلع على كل الارض. او كان قصدي انه الشمس كانت عم تضوي على جزء نحن شايفينه، بس نحن بما انه الارض كرويه فنحن ما عم نشوف هذا. تماما تماما. حلو كثير. تغير اضاءه الشمس مكان لاخر. شو كمان فكره حلوه؟ خطوط الطول والعرض. خطوط الطول والعرض يعني بترتبط بشكل او باخر بالتوقيت. شو بها بسمة؟ انه لو كانت الارض مسطحة كانت رح تكون كتير بعيدة من تحت. تمام. يعني رح يأثر على المسافات. خليني انا اعيد صياغة كلامك. لو كانت الارض مسطحة كانت الشمس غطت بقعة كبيرة. ايه؟ وبالتالي ما كنا شاهدنا خروف التوقيت مثل ما بنشاهده حاليا. يعني كانت الساعة هلا مثلا تنتين بدمشق، تنتين مثلا بالامارات، تنتين بالمغرب. هي نفس البقعة الشمسية. او نفس البقعة الضوئية. البقعة الضوئية جاية موجهة على اكثر من بلد بنفس الوقت. برافو برافو. شو في كمان؟ شو بيختار بالكم كمان؟ اتوقع ممكن لو كانت مسطحة كنا قدرنا نشوف انه الليل والنهار بنفس الوقت، انه مأثر بطرف الشمس. ممكن، لكن خلونا نبتعد عن قصة الليل والنهار. شو في عندنا قضايا ترتبط لو كانت الارض مسطحة او كروية؟ شغلات احلى. ممكن الظلال. شو هي؟ الظلال. الظلال. شو الظلال يا شيري ناس؟ يعني كسوف الخسوف. شو هو؟ كسوف الخسوف. قولي لي يا أمل. برافو. يعني إنه حتكون الشمس من هون، في هون شمس وهون من تحت القمر. إيه؟ ما حسي في كسوف الخسوف. برافو عليكي. طيب طيب حلو كثير كلامك صح. لو كانت الأرض مسطحة ما كنا شاهدنا كسوف الخسوف مثل ما بنشاهده. طيب يا ترى أنتم حدا منكم شاهد كسوف أو خسوف؟ شفت اثنين. هل شفتوا ظل الارض على القمر بالخسوف؟ شو كان ظله؟ لا لا قولوا كشكل. شو هو؟ هو مو دائري، هو قطر قوس. اذا هذا بدلنا وهذا اجدادنا اللي استنتجوا من خلاله انه الارض كرويه. ظل الارض على القمر بالخسوف ومثل ما قلتوا بالكسوف القمر بيظهر معنا وهو عم يعبر الشمس كدائري. فمثل ما قالت امل مضبوط، الكسوف والخسوف هي بتدلنا انه الارض كرويه، لانه لو كانت الارض مسطحه ما كان كسوف. شو عندك افكار؟ ممكن غروب الشمس. ايوه اسرع. ممكن غروب الشمس على سطح على البحر يختلف. حلو. غروب الشمس تختلف، لانه الارض لو تخيلناها مسطحه ما راح يكون الغروب مثل ما بنعرفه نحن، راح يتغير الغروب من قصه لثانيه. صح. شو كمان؟ فكروا لي قصه ثانيه. هلا بعرف قصه بس مالي متذكرتها بالضبط. عن عالم انه شاف عمود كبير ضخم، فعم يدرس الظل تبعه كيف من قرنه لقرنه انه اختلف الظل، فعرف من خلاله انه الارض كرويه. مين هو جودي؟ أريستوتلين. شو عمل؟ هلا هو كان في عمود باسوان. برافو عليك. الاسكندريه. هو كان انه
كان من العمود على اسوان تكون شمس عموديه على العمود الدائري باسوان، صح؟ فهو قاس المسافه بين اسوان والاسكندريه لحتى يشوف انه الشمس كمان حتكون عموديه بالاسكندريه، بس لاحظ انه بالاسكندريه كان في ظل العمود على. برافو عليكي، برافو عليك، ومن خلالها قاس برافو عليكي، واكتشف انه الارض كرويه، لانه لا ما بيمشي الحال لو كانت مسطحه. هذا الظل ما كنا حصلنا عليه بين اسوان واسكندريه، يعني مسافه قريبه نسبيا. لو كانت الارض مسطحه ما حصلنا على اختلاف الظل ولا اسنا محيط الارض. برافو ايا، برافو جودي. شو عندنا كمان؟ فكروا. طيب حساعدكم انا بشغله معينه. مثلا لو تخيلنا هي مي، تمام؟ لو تخيلنا هي المي، لو عندنا صحن، لو كانت الارض مسطحه، حلو كثير، اتفقنا؟ واجا عندنا نزل مطر، حينزل مطر، الارض مسطحه، شو حيصير برايكم؟ ينتشر على كلها، على مساحه، شو حيصير؟ حينتشر المطر بكل. تمام، طيب لو كانت الارض مسطحه وعم تدور، شو حيصير بالمي؟ حينكبها، حكبر على ايدي انا، شو حيصير فيها؟ نكبه. اذا لو كانت ارض مسطحه ونزل مي مطر، اولا المطر شو حيصير فيه؟ حيعم الارض كلها. وثانيا اذا كانت مايله بشوي رح يصير عندنا شلالات من مكان ومكان ما في مي، لانه رح ينزل الميات كله من مكان ثاني، صح ولا لا؟ بما انه في عندنا تغيرات بتوزع الامطار فالارض كرويه، لاحظتوا؟ طيب شو في كمان غير المطر والمي؟ لانه لو كان في عندنا الارض مسطح كان اختفت فعلا توزع المياه، يعني كان حتى الغيوم وتفاصيلها. شو عندنا كمان؟ هاتوا لهم فكروا. هلا الفصول، يعني كمان تاكدنا هلا مثلا لو كانت هلا بلش عندنا الاعتدال الخريفي، القسم الثاني حيكون عنده الربيع. حلو، مظبوط. نصف الكره الشمالي ونصف الكره الجنوبي، برافو. فلو كانت الارض مسطحه كان مثلا وقع اكثر، يعني اكثر من، برافو جودي. اذا كان عندك اعتدالين غير واضحين كانوا اختفوا. برافو جودي. شو كمان عندنا؟ اسراء، امل، بسمة، ساعدكم شوي. رواد الفضاء شلون بيطلعوا؟ بشكل دائري بيطلعوا بالصاروخ. شو بيصير بالصاروخ؟ ليش بيميل؟ يا ترى الصاروخ بيميل؟ بيميل هيك حوالي الارض. الصاروخ بيميل؟ بيطلع بشكل، شلون بيطلع؟ بيمين. فيكم كلامكم سليم، بيمين. بس ليش بيمين؟ مشان ينطبط بالجاذبية وتعطي سرعة. شو رايكم لما تسرع؟ ليش بيمين؟ بصير الحق من ورا تسمح في الأرض. مشان ياخذ من جاذبية الأرض وتعطي دفعة. حلو. هنن بس هو ما بيميل الصاروخ. الأرض يلي تحركت. لما انطلق الصاروخ شو الارض عم يصير فيها؟ عم تدور بسرعه صاروخ عاليه. مشان هيك احنا بنشوف الصاروخ مال، هو الصاروخ ما مال، هي الارض يلي دارت. فظهر معنى الصاروخ انه مال. تخيلتوها؟ طيب لو كانت الارض مسطحه، هلا هذا بحسسنا انه الارض عم تدور، يعني احنا بالايام العاديه ما بنحس انه الارض عم تدور، اما وقت نشوف الصاروخ عم تدور. برافو عليكي. وبما انه عم ياخذ خط منحني فالارض كرويه. طيب لو كانت الارض مسطحه من وين احسن شيء نطلع على الفضاء؟ من المنتصف تبع الكره. شايفينها عم تقول المنتصف، بتأيدوها؟ لا انا بظن لازم نطلع من الطرف. من الاطراف عم تقول جودي؟ من الطرف. آية؟ من الاطراف بيقولوا لنا حيكون اقرب للفضاء. حلو كثير. آية؟ اطراف. 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 شو رايك شايفينها مسحبي من المنتصف ولا بتضلي على كلامك؟ هلا في نفس المساحه، يعني نفس المسافه. لا لانه هي الارض مسطحه، بس احنا المركز اتفقنا انه يكون بالمركز بالمنتصف. فاذا الاطراف قالت ايه عباره لطيفه. شو قلتي ايه؟ انه بيقدروا انه يطلعوا مباشره تماما. اذا راحوا على طرف الارض بينطوا صاروخ الفضاء وما في داعي لهلا صاروخ ولا لهوا. شو في كمان عندنا قصص تثبت انه الارض كرويه؟ هلا جماعه الارض المسطحه بيتهموا انه كل شيء صور من وكالات الفضاء وكل هالموظفين اللي صوروا هالصور مفبركة. شو رايكم؟ انا بتوقع انه كلام خاطئ، يعني ما له مبني على شيء من الصحه. اغلب الناس اللي بشوفهم بيحكوا انه الارض مسطحه بتكون حججهم كثير عاليه وانه ما لها
نحن اللي يعني محرك يعني تمام انه هن الصح ونحن خطا، هن عم يعتمدوا على ادله مثلا ثابته بالقران حلو. اما نحن اللي عم نشوف انه العلم اكثر من الشيء اللي الله علم انه ما بتعاود علم القران في الاطلاق، لكن التفسيرات هي اللي تختلف. رغم انه اذا بحثنا اكثر بالمعاني هاي الايات رح نلاقي انه فعلا بتدل على انه الارض كرويه. برافو ايه، شو رايكم؟ شو في كمان افكار انه الارض كرويه؟ حاساعدكم بشغله، دائما اي جرم هلا الدخان لما نشعل نار لوين بتطلع التخنه؟ لفوق. لفوق لما يكون في بحر وشلنا لوين بتنزل المي؟ ليش؟ ليش الدخان بيطلع لفوق والماء بتنزل لتحت؟ هلا في المياه مثلا جاذبيه. مشان جاذبيه، برافو عليك. والدخان طيب ليش الدخان مو جاذبيه بتنزله؟ لانه هو ما له ثقيل يعني، هو غاز. تفضلي. هو غاز ما له تقل حتى جاز كثافته بايظه، كثافته قليله تقله قليل فبيطلع لفوق، والمي كثافته وتقله اكبر بينزل لتحت. اذا هذا اسمه يسعى كل جسم لشيء اسمه الكمال. طيب شو اكمل جسم؟ شو اكمل شكل؟ هل هو المربع؟ لا لا. شو هو اكمل جسم؟ دائره. ليش الدائره او الكره؟ صعبه عليكم شوي، رح سهل. بتعرفي ايه؟ انه ما فيه انه زوايا. برافو يا آية، برافو يا آية، بطلت. لانه ما في زوايا دائما، الاكمل هو اللي اقل زوايا، عشان هيك المثلث ثابت اكثر من المربع. كل ما قل الزوايا كان يكون اكمل، كل ما كان الجسم يسعى للكمال. عشان هيك دائما المدار الدائري افضل من المدار المربع او البيضاوي. هي مدارات الكواكب شو حول الشمس؟ بيضاوي. بيضاوي اللي بيجيها بيضاويه. برافو برافو. طيب الشمس بالنص؟ لا، باحد المحارق. برافو، باحد المحارق. بتعرفوا مين حط مدارات الكواكب؟ لا. مين يا حزركم؟ كبلة كان بالسفينه يتابع الكواكب ويرسم مداراتها. طيب يا ترى في علاقه بين كتله الكوكب وشكل مداره؟ ايه برافو. ليش؟ أمان مني أنا؟ بس ما برافو بس ما آسف. ليش؟ حسب كتلته يا بيكون سريع يا بيكون. برافو. طيب كل ما كتلته كانت أكبر بكون أسرع ولا أبطأ؟ أبطأ. شو رأيكم؟ أبطأ. مشتري كم ساعة يومه؟ 24 ساعة. لا نحن 24 ساعة. 24 ساعة. المشتري يومه 10 ساعات. يوم المشتري 10 ساعات، يوم الأرض 24 ساعة. مين كتلته أكبر، المشتري ولا الأرض؟ المشتري. لكن مين أسرع؟ المشتري. لكن اللي كتلته أكبر شو؟ بيكون أسرع. أسرع. اللي كتلته أكبر بيكون أسرع. وهي نقطة كثير مهمة مشان مدارات الكواكب. إذا حتى شكل الكوكب لو كانت الأرض مسطحة ما كانت أخذت هذا المدار المعروف. وصلنا نحن وياكم لنتيجه انه الارض كرويه. طيب يا ترى هل استطاع العلم اكتشاف اي كوكب مسطح؟ لا. طيب ليش؟ لانه ما حيقدر يكون كوكب اصلا، انه ما حيتناسب مع الكواكب. برافو ايه، ما رح يقدر يتشكل. ما في شيء اسمه كوكب مسطح، ما في شيء اسمه كوكب مسطح، اجباري لازم يكون الكوكب كروي. طيب يا ترى هل يعتبر كروية الكوكب من العوامل اللي خلتنا عايشين على كوكب الأرض؟ طبعا. أكيد. خلينا نبلش معك إسراء، ليش؟ مثل ما قلت إنه العلاقة بالجاذبية. الجاذبية؟ لو كان غير جاذبية كان جسمنا تغير. شكله تغير، شو رأيك يا أمل؟ كمان مثل ما قلت أنا إذا في حدا عاش على القطبين يعني ممكن بس يقمط على الفضاء يعني. تماما يعني بالتالي ما حيعيش. ما حيقدر يعيش. برافو. بسمة. كانت رح تختلف في خطوط الطول والعرض وشكلها. برافو، رح تختلف في خطوط الطول والعرض وشكلها. آية. رح أسع تشكل القارات، المناخ، الفصول إلى. برافو برافو. شاينا. رح أثر على الأمطار والهي، ورح الأمطار. رح أثر على الفصول والتعاقب الليل. يعني بشكل عام طالما نحن عايشين في الأرض شكلها كروي. كروي. طيب هيدا الكوكب الأرض، اتفقنا نحن وياك إنه شكله كروي. طيب الغلاف الجوي هلا بيقولوا لنا مثلا، خليني انا
تخيل هاي الطيارة، حلو؟ هاي طيارة جماعة أرض مسطحة بيقولوا كالتالي: لو كانت الأرض كروية كانت ارتفعت الطيارة لفوق، دارت الأرض مثلاً. إحنا نطلع من دمشق لبكي نصي، نطلع من دمشق بشكل عمودي بتدور الأرض ننزل بالصين. طيب لو كانت الأرض كروية هيك بيقولوا لازم يصير، وهذا ما بيصير هيك. بيصير هيك إجبال الطيارة عم تتحرك. طيب شو السبب يا حسنكم؟ الجاذبية. غيره؟ ليش الطيارة ما بتطلع هيك بتوقف بتدور الأرض وتنزل؟ هلا بسبب إنه في يعني في مدارات أكيد ما رح تكون كل البلدان عمودية على نفس المكان، فصعب إنه فوق. لا. محور الأرض؟ قربتي بس لا. بمالة الأرض. ميلان محور الأرض؟ لا، لأنه كانت طلعت هيك دارت الأرض نزلت. مو شرط تكون نفس الأرض اللي دارت فيها. أعطيني أي أرنة، أي أرنة بتكون إياها؟ طلعت من دمشق بدي أنزل بأي أرنة؟ دارت الأرض نزلت فيها. طيب هذا الشيء بصير؟ قولي لا. وهذا المنطقي ما بصير. احنا الطيارة وتطلع هيك وتدور وتمشي ما بعرف وتميل وتلف. طيب ليش؟ دوران الارض بيأثر على انحراف الاجسام؟ لا. لو ظلت هي واقفة بنفس المكان كانت الجاذبية جذبتها للمكان الثاني. نزلت مكان ثاني، ليش طيب ما بتجذبها هلا للمكان الثاني؟ ليش ما وفر وقود وبطلع هيك؟ بوقف بتدور الارض بنزل. من الأرض عم تدور؟ فأنا بمجرد طلعت استنيت الأرض لتدور شوي ونزلت. بركي أنا بدي أنزل لتحت. بركي أنا بدي أروح أرنة من تحت الكرة الأرضية. أنا لا بدي أروح أرنة من فوق، ما حدا مش أرنة فوق ولا تحت. بس ليش؟ فكروا لي فيها. يلا يا شاطرين. يعني نحن بكل بساطة لما نسافر الطيارة عم تدور. يعني إنه فكرة إنه تطلع الطيارة وتوقف وتدور الأرض غير مقبولة. لكن الأرض عم تدور ولا ما عم تدور؟ طيب ليش ما تقطع طيارة توقف هيك تدور الأرض تنزل؟ فكرة ولا مو فكرة؟ وفرنا وقود قديش؟ بصير حق تذكرة الطيارة 500 ليرة. لأنه معك الوقود تطلع الطيارة لفوق، الأرض بتدور وبننزل. هذا هو فكروا فيها. فكروا فيها. شو رأيكم؟ ساعدكم شوي؟ طيب الطيارة وين بتطير؟ بالغلاف الجوي. بالغلاف الجوي. طبقات الغلاف الجوي. أي طبقات الغلاف الجوي؟ الأولى أو الثانية. حلو كثير. طيب الغلاف الجوي شو شكله؟ دائري. كروي على شكل الأرض. على شكل الأرض. الغلاف الجوي جزء من الفضاء ولا جزء من الأرض؟ جزء من الأرض. جزء من الأرض. شو معنى هذا الحكي؟ هو عم يدور مع الأرض. برافو عليكي. إذا الغلاف الجوي شو هو؟ عم يدور مع الارض. يعني اذا طلعت هيك فعليا بيضطر يدور مع الغلاف الجوي، لانه صحيح الارض عم تدور بس الطياره بالغلاف الجوي وهي جزء من الارض. عفوا، بالتالي الغلاف الجوي دار، وبالتالي حتى الطياره اجباري يعني حطها بنفس المكان اللي طلعت منه حيدوروا سوا يعني تماما. فاجبار الطياره ما تطلع بدها تتحرك وتدور مع الغلاف الجوي. طيب سؤالي، هل في مكان فعلا اذا طلع فيه جسم بيوقف وبيدور الارض مع غلاف الجوي بيضل واقف بمكانه خارج الغلاف الجوي؟ وين؟ ما فينا نكون خارج الغلاف الجوي. بس مين هن؟ يمكن صعبه عليكم بس انا حساعدكم فيها. عند المقمار؟ لا، هن من الاقمار، الاقمار الصناعيه تبعات البث التلفزيوني بس. يعني نحن شلون بنشوف، شلون المشاهدين عم يشوفونا هلا؟ عن طريق الساتلايت، عن طريق البث الاقمار الصناعيه. هذا القمر الصناعي مشان يبث القناه 24 بده يضل ثابت. طيب ليضل ثابت شو لازم نعمل؟ لازم يطلع من الغلاف الجوي. خلينا نقول ما يطلع، خلينا اعطيني عباره ثانيه شاهي ناس. هلا ما فينا نقول يطلع، يعني ما طلع هو فعليا، بس شو فينا نعمل؟ كتف تنقل. لا، هي قريبه لكلامك، بس ما تقولي لي يطلع، قولي لي مثلا كلمه ثانيه. يخترق؟ لا لا لا، قولي لي كلمه ثانيه بدل يطلع. يكون باخر طبقه من مثلا، يعني بيكون شو؟ برافو كلامك صح، بس يعني الطبقات العليا يعني بيكون ارتفاعه كثير عالي. كثير عالي، يعني كل ما رفعناه اكثر بيثبت اكثر، بيثبت اكثر. ومشان هيك بيرفعوا الاقمار الصناعيه بما يفوق 36,000 كيلومتر.
أقمار صناعية خاصة بالبث التلفزيوني على ارتفاع ما يفوق 36,000 كيلومتر. بصير القمر الصناعي ثابت وأرض الغلاف الجوي تحت منا عم يدور، فبالتالي بضل ثابت فوق نقطة محددة، بضل ثابت مع الأرض فوق نقطة محددة، بدور معها، بدور مع الأرض فوق نقطة محددة. أما الطيارة فيلي بيقول لنا إنه والله تطلع الطيارة وتوقف وبدور الأرض وتنزل، إنه هذا الكلام غلط. ليش؟ ارتفاع مزيادة والأرض والطيارة موجودة ضمن طبقات الغلاف الجوي اللي بتخلي الأرض بتدور معها. وشيء طبيعي ان الغلاف الجوي ياخذ شكل الارض. تعرفوا لاي ارتفاع بصير الغلاف الجوي؟ توقعكم؟ على فكره ما حدا بيعرف، ما في جواب لهذا السؤال، لان الغلاف الجوي بيصل لالاف الكيلومترات وبعدين يتخلل الفضاء، يعني شوي شوي بيدوب الفضاء، انه عباره عن شو هو الغلاف الجوي؟ غازات. برافو إسراء. هذا الغاز ببلش يدور بالغلاف الجوي بالفضاء أكبر، عشان هيك بيضيع مع الفضاء. نحن وياكم وصلنا لنتيجة، الأرض شو شكلها؟ كروي. هل يمكن أن تكون الأرض مسطحة؟ لا. أكيد. كيدو. كلامي هاني. بالعلم ولا مو بالعلم؟ بالعلم. والطيارة فيها تطلع وتوقف وتدور الأرض وتنزل؟ لا. إذا حدا قالكم هالكلام شو بنقول له؟ غلط. غلط. إذا وصلنا نحن وياكم يا علماء المستقبل لنتيجة مفادة أنه الأرض كروية ولا يمكن أن تكون إلا كروية، والأدلة العلمية قلتوليها من خلال الحلقة بالإضافة لمشاهداتنا لباقي الكواكب، لمشاهدات الأقمار الصناعية من دول عديدة. ما عصفة بس ناسا يتصور لنا الأرض، في ناسا وروس كوسموس وإيسا، وكالة فضاء الهندية، وكالة فضاء الإيرانية، وكالات فضاء عديدة الآن عم تصور الأرض من الفضاء، وكل الصور عم نشوفها للأرض أن الأرض شكلها بكل بساطة هو كرة. أنا بشكركم من كل قلبي، كان لقاء ممتع معكم. جودي، شهناز، آية، بسمة، وأمل، وإسراء، شكرا كثير لكم لمعلوماتكم الحلوة. أقنعنا الناس نحن وياكم أن الأرض كروية، لا عودة عن هذا الكلام، الأرض كروية. شكرا كثير لكم مشاهدينا الكرام، وهذا كان كل شيء بحلقتنا اليوم. صدقوني الأرض كروية ولا يمكن أن تكون إلا كروية، وإلا ما كنا عشنا على هذا الكوكب الجميل يلي يجب أن نحافظ عليه. جدد موعدنا معكم الأسبوع القادم، إلى اللقاء.